ورحمة الله وبركاته. It's your lovely boy Samuel Aram again. Pay my attention or some. Let's get this party started. Hold up. Wait a minute. صلوت صلوا وسلم على نبينا محمد. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. زيد النبي صلاة. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. طيب عشان أنا ما أمين من اللغة وأحس إن فعلا اللغة يعني شيء حاجة حلوة وحاجة جميلة وأنا قاعد والله أدعس كل مالي أتطور فيها، لازم أنوع. حتى لو كنت عارف يعني جملة جملتين كلمة كلمتين، لازم أنوع مصدر الكلام. نفس الجمل نفس المعنى بس أغير الكلمات، أغير الجمل زي هذه عشان أتحسن. ما فهمتني؟ دحين تعرف. For instance، على سبيل المثال مثلا، بعض الناس دائما يعني يستخدمون خلينا نقول المودل فيرب اللي هو كان. كان دائما كان في كل مكان، كان كانت او كانات، كان كان اللي هو بمعنى يستطيع. طبعا كان يعني لا تخفى عليكم اكيد انه يستخدم للقدره للامكانيه للاستئذان لله الا الله محمد رسول الله، نسيت الثالث والرابع ما علينا، او الرابع والخامس، فله استخدامات كثيره. عموما كان فعل جميل جدا، لكن ليش ما نستخدم كان بفعل آخر ويكون حتى الفصاحة تكون فوق وأكون في اللغة فوق، وحتى أنا المتحدث أو المتكلم أحس لما أنا أتكلم إنجليزي أنا واو، أنا والله قاعد أنوع. حتى اللي يسمعني اليوم يسمع مني فعل، بكرة ما يسمع مرة ثانية يسمع فعل ثاني، وهي نفس المعنى ترى، بزود ولا شيء ولا شيء. نفس اللي يشتري تيشيرت بس يغير البنطلون يلبس بنطلون لون ثاني، نفس خدعكم. أيضاً في قاعدة في كان قبل ما أدعس قدام شوي، ممكن كثير من الناس ما يعرفوها صراحة. No clue، ما عندي أي فكرة. I have no clue. No clue معناها ما عندي أدنى فكرة. اللي هي إنه كان ما يقبل قبله فعل مساعد. يعني أقول I can، you can، we can، they can، he can، she can، it can. ومعروف كلنا نعرف في المضارع البسيط ان الهي والشي والات ان جاء بعدهم فعل لابد نضيف الفعل اس، الا كان انه مودل فيرب فما او مور فيرب، ما ينفع نقول شي كانس هي كانس ات كانس. نو، خطا. تاخذ القاعده كما هي. طبعا دائما انا اقول ضمائر السبع او ال21 ضمير، ضمائر الشخصيه المفعول به الملكيه، لو ما تعرفهم انت قاعد تخبط في اللغه. لازم تعرف ذي ال21. اتمنى ان انا لي يد اخترع كتب في الوزاره، صدقني هذا اول كتاب راح تشوفه. لازم تضبط هذا، كيف تتكلم من غير اي ضمير في شنب ناط او شعره. سوري، او واحده ثانيه هنا. أقدر مثلا في مثال على كان أقول I can call you، معناها أنا أستطيع أن أتصل بك. نحولها سؤال، نسوي عملية المقص، الكان تجي هناك والضمير يجي هنا. إيش ما كان الضمير، كان I، كان you، كان we، كان he، كان she، كده يتغير المعنى. هذا النغم، هذا النغم طن 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 حق اللغة، الضمائر. حبيب قلبي والله لو تحفظ ألف جملة ما تعرف الضمائر قاعد تتعب. نصيحة أخ، أضبط الضمائر. طيب can I call you، تصير can I call you. أسمع كثير من الناس يقولون I can call you، هو قصده يبي يقول can I call you. إيش ليش تسوي كذا؟ حرام يا أخي حرام. السؤال لابد يجي فعل المساعد أول شيء. كيف تحط الضمير أول شيء في السؤال؟ هذا معروف يا أخي، كلنا نعرف. طيب can I call you، I can call you، حلو. تعالوا خلنا نغيرها ونحط مثلا الفعل حقنا الجديد اليوم، إيش رأيكم؟ هيا بنا. اللي معانا بدل كان وكثير يعرفون أنا متأكد اللي هو able to. able to، able to له قاعدة مهمة جدا، ما هو زي الكان في القاعدة، نفس المعنى، متفقين متفقين تمام تمام، لكن القاعدة مختلفة تماما. شلون القاعدة مختلفة؟ هناك ما كان يجي قبلها فعل مساعد، كيف فعل مساعد؟ I يجي بعدها أم، تصير I am، I am can. أعطيك كف تقول كذا كف العين اليسار بطء، حلو. لا إله إلا الله. she is can call you، خطأ خطأ. الكان ما تقبل فعل مساعد، لكن able to لازم فعل مساعد. able to، الحين قلنا إحنا I can call you، أقدر أقول إيش؟ I am able to call you، I am able to call you. لاحظتوا شيء في البرونسيشن في النطق؟ كلمة ت نطقتها ت، ما نطقتها تو، ما قلت I am able to call you، تو 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 تو، ما في ذي يوم ما في. أوكي أوكي، أعتقد مرة الموضوع واضح. طيب تعال خلنا نأخذ نفي. نقول مثلا she cannot make it. she cannot make it معناها هي لا تستطيع الحضور، هي لا تستطيع الحضور. يجي واحد يقول ينفع أقول she cannot come، صح. أو ينفع أقول أيضا she cannot attend،
كل ثلاثة صح، وهذا التنويع في اللغة بكذا أنا أحس بجمالها بروعتها بفن اللغة. كذا أنا ما أطفش من اللغة، كذا أنت تصير واو. دائما أنا عشان كذا أقول لغة إنجليزية سهلة، لكن على حسب الشخص يعطيك اللغة. طيب تعالوا خلنا نشيل كلمة cannot ونضيف مكانها able. تعال كيف نتعلم النفي في الحالة هذه؟ النفي في الحالة هذه لازم أحط شيء في رأسي، اللي هو دائما فعل الجملة إذا كان فيها فعل مساعد زي الأفعال المساعدة اللي في السناب السابقة، دائما أنفي الجملة بإيش؟ بنط. أنفيها بإيش؟ بنط. دائما يجي النط بعد الفعل المساعد. قلنا أن able to يجي قبلها فعل مساعد، هذه قاعدتها. معناها دام الجملة فيها فعل مساعد لازم عشان أنفيها أضيف not. don't ما لها دخل، أي نوع من النفي ما له دخل، اللي دخل الآن هنا not N-O-T. great. طيب she cannot make it، أقول إيش؟ she is not able to make it. She's not able to make it. She's not able to make it. She's not able to come. She's not able to attend. وهلا تبوي. وكذا صار الموضوع عندك سهل. عرفت كيف تنفي. عرفت كيف تكون جملة إيجابية. ما حد قدك. أتمنى تأخذ الموضوع seriously. Please. من باب التنويع في اللغة دائما الناس يقولون I'm sick I'm sick I'm sick. كلنا راح يجينا يوم نكون sick، الله يرفع عن المرضى قولوا آمين، ولا يبلانا فيما ابتلاهم به قولوا آمين. الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به وفضلنا على كثير مما خلق تفضيلا. يا الله لك الحمد، قولوا الحمد لله. الحمد لله كثير مننا اليوم في المساء في ذا من الناس قصدي في المستشفيات وذا مرقدين، واحنا والله في حياتنا الحمد لله في بيوتنا مع اهالينا امورنا طيبه. يا الله لك الحمد، اللهم اجمع لنا النعمه قولوا امين. الناس دائما يقولون ام سيك ام سيك ام سيك. ابيك تغير، بدك تقول ام بلو ام بلو، ومعنى انا ازرق برضو معنى انا مريض او انا منفس. ام بلو. ودائما برضو تقول ام اندر ذا ويذر ام اندر ذا ويذر، برضو معناها انا مريض. نوع هذا التنويع، اليوم تقول I'm sick، بكرة تقول I'm blue، بعد بكرة أقول لهم I'm under the weather. راح تجد ناس لا يفقهون هذه الأشياء ويتفلسفون عليك، ولي وقفة بسيطة هنا. الوقفة البسيطة اللي هي ديننا وأخلاق ديننا علمتنا حاجة يا أخي، يا أخي قل خيرا أو أصمت. يا أخي إذا ما تعرف الشيء لا تتفلسف، أنا دائما أقولها يا أخي مالك في الشيء لا تتفلسف. أمس أنا مو منزل الموضوع اللي هو كراش، ايوه حق كراش كراش اون، وها هالمجرة هذا خلي واحد يقول وش فيك كذا، انت اترك الغرور على جنب وبعشان عندك اللغة وتحكم على الناس كلهم مدري ايش. يعني واضح من الفيديو انا كنت هزلي، كنت اضحك، كنت استهبل، درس اني حاط فلتر يا اخي واضحة. لكن بعض الناس بعض الكلام اثري يجي في الجرح، شكله من الناس اللي تخرجوا من الملز وقام يتفلسف على الناس ويا مطاح. غلط، لا تتفلسف يا أخي. شلون أنا أروح عند مفتي أتفلسف عليه؟ هو شغله شغله يا أخي، ما تتفلسف. إذا بتتفلسف على شخص تعال بأدلتك، تعال عندك أدلة بكل احترام، والله بصراحة أنا مو قصدي أغلطك بس والله في كذا وفي كذا، وإيش رأيك فيها؟ في الإلقاء، الاحترام في الإلقاء. يعني بعض الناس يظن أنه هو له الحق، ما لك حق. عشان كذا دائما أقول أنا الجهاز هذا سمارت فونز، الأجهزة هذه الذكية اليوم خلت كثير مننا والله العظيم publicly they don't got no guts، ما عندهم شجاعة، لكن خلف الكيبورد ما شاء الله عليهم أقوياء. أنا أتمنى واحد من ذولي يقابلني فعلا publicly ويتكلم معي بنفس الألفاظ بنفس هذه الأشياء publicly. ما يقدر والله العظيم، ما يقدر، أقسم برب الكعبة ما يقدر. مو بسوي إنه قوي، لكن لأنه هو إنسان chicken chicken بمعنى هنا جبان، ما يقدر ما يقدر. فعلى طول يدخلون في باب أنت فيك غرور، أنت فيك مدروش. الغرور نوعان، والنوع المحمود هو إظهار أفضل ما لديك، وأما بنعمة ربك فحدث. ها أنا أحدث نعمة ربي الإنجليزي وأعلمها للناس. What you did، إيش أنت سويت؟ ها بس أعلق عليكم أصيدكم أشوف أخلاق. لك حق وخذوها مني دائما. الشخص اللي يتفلسف عليك ويسوي انه هو من كلمتين اكتب له، والله حتى الان كتبت له كلمتين انا بس، وكتب كلام كثير كتبت له كلمتين بس كلمتين. وش هي؟ يو دون تموت، يو دون هل يسب 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 يسب، خلص اكتب لي يو دون، خلصت يعني. انت وفيك ابوك وامك الله يرحم الملك فيصل، الله يرحم الملك فيصل. يو دن
أمك أبوك أختك جدك يودان. قلت لكم زمان أنا واحد دخل سب الكل، سب عائلتي كله ما خلى أحد. قلت له عندي أخت اسمها فاطمة ما سبيتها. راب بوم 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 بوم. لا مو بالراب اللي هو فن الراب الغنى والغنى وكذا عفوا، لا الراب اللي تبدا بالدبليو، والدبليو هنا سايلنت تكتب دبليو ار اي بي راب. الراب هذه معناها يلف، تلف حاجه، لف لف ما اقول لف، تلف شيء في شيء كذا يعني لف. حلو مين كان يو راب ماي ريست مثلا، اي بروك ات، ممكن تلف لي معصمي كسرته مثلا، راب. طب ليش جبت الراب هذه؟ أما هذه الجملة فهي للحريم ينبسطوا عليها. يا الله سمويل يما منك أمانة، لا تعلمهم أمانة هيفضحنا. إي والله هيفضحكم معليش. wrap around the finger، wrap around the finger معناها التحكم الكامل، أحط خاتم في صبعي. أقدر أقول مثلا مين my wife has me wrapped around her finger، يعني حرمتي متحكمة فيني 100%، أنا خاتم في صبعها. I hate it. أكره الشيء. But I can't help it. كم أقدر أسوي شيء. Man she has me wrapped around her finger. هي بتحكم فيني 100%. I wanted to have her wrapped around my finger. كنت أبغى أنا أتحكم فيها. Instead بدل من كده she has me wrapped around her finger. هي تحكمت فيني. Oh my god. أمانة. أبي أقول هو خاتم بصبعي، هي خاتم بصبعي، هم خاتم بصبعي. I have him wrapped around my finger. I have her wrapped around my finger. I have him. I have them wrapped around my finger. وبكذا أنت دعست واليوم تعلمت ثلاث أقسام من الإنجليزي، أشياء مهمة جدا. Please do take it seriously. Please. الله أكبر الله أكبر. أشكر لكم حسن الاستماع. إن أحسنت فيما أقدم ليس ذكاء مني قطف، هذه نعمة من الله، وأنا أسأتف من نفسي الضعيفة والشيطان. اللهم يا غفار اغفر لي واغفر لوالدي كما ربياني صغيرة. اللهم يا غفار اغفر لي واغفر لوالدي كما ربياني صغيرة. اللهم يا غفار اغفر لي واغفر لوالدي كما ربياني صغيرة. اللهم يا غفار اغفر لي واغفر لجميع المسلمين والمسلمات ولجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات، وخصوصا منهم متابعين ومتابعات والديهم يا رب العالمين. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. تكرم علي بقول آمين. Most delicious, sexy, lovely boys. I'm gonna arm again. About to leave you in peace. Don't forget to all the time remember you smile. Your enemies walking the street with a smile on your face. Salute and holla at your boy.